تواصلي الحمد لله جا في الوقت المناسبة باش يطفي شي شويه الشراره ديال الانتقادات والاحتجاجات اللي كثرت على الحكام في الاونه الاخيره. والتحكيم النسوي المغربي الحمد لله نهضر كأنثى على التحكيم النسوي، فالحمد لله التحكيم النسوي غادي مزيان من حسن الاحسن. وهذه السنه كانت المشاركه ديال حكمتين في كاس افريقيا اللي كان بغانا، الحكمة الوسط اللي هي انا بشرى كرو والحكمة المساعدة فتيحة الجرمومي. فكنتمنى من الله اننا نشوفوا التحكيم النسوي المغربي في مقابلة قارية وفي كأس العالم ان شاء الله، علاش لا. نعم، فتقنية الفار جات باش تساعد الحكام، ماشي باش تحد من الاخطاء، وانما تساعد الحكام للحد من الاخطاء. هي كتدخل في ربعات ديال نهضروا على ربعات ديال الحالات اللي ممكن يدخل فيها الفار، فما يمكنش يدخل في المقابله كامله في الماتش او في اخطاء تحكيميه. دونك يدخل في ربعات ديال الحالات اللي ممكن يعاون فيها الحكام. هذه التقنيه هذه غادي تعطي واحد الاضافه للتحكيم المغربي، خاصه اننا كنشوفوا بلي ان بزاف المشاكل كتوقع في منطقه الجزاء ولا، وهذه تقنيه الفار مادام انها كتدخل في ربعات الحالات اللي هي حاسمه في المقابله، اذا غادي تكون تساعد الحكام باش يخرجوا من المقابله باقل اخطاء، وفي نفس الوقت ما غاديش تعيد لهم هذيك الهيبه ديالهم كحاكم، لان تقنيه الفار ما غاديش تكون في المقابله كامله، يعني في اوقات محدده، مثلا في تسجيل الهدف، في ركلة الجزاء، في البطاقة الثانية إذا كانت، ولا البطاقة الحمراء إذا كانت عند شي لاعب اللي ماشي هو هذاك، يعني كاين أربعة الحالات محددين. دونك أنا كنشوفها تقنية مفيدة وغادي تعطي إضافة للتحكيم تاعنا في المغرب. بيان سور، يعني ملي كتكون شي حاجة مستجدة وجديدة لوغ كيديروها باش تكون يعني إضافة للحكام. ويعني الفار راه بين يعني رغم الانتقادات ورغم يعني الناس، ما ماشي كل الناس سيرتو يعني الناس ديال المجال ديال التحكيمي ماشي كلهم متفقين وكلهم يعني 100% مع الفار، ولكن بين الصراحه بين في التظاهرات وفي التجارب اللي كانوا بين النجاعه ديالو، وخير دليل انه المقابله ديال الامس ديال عصبه الابطال الاوروبيه يعني كان قرار حاسم، يعني تلغى الهدف بالفار. لو كان ما كانش الفار كانت العين المجرده يعني ما غاديش يتنصف الفريق، يعني هذا هو المغزى من الفار. توفيق قرر حكم وطني، ماشي انا اللي غنقولها ولا يعني الناس اللي داروا دراسات على تقنيه الفار ما لقاو الا انها ايجابيه لكره القدم اون جينيرال، وفي البطوله ديالنا يعني احنا الحكام غادي نكونوا اكبر. الاسم يوسف اباعوز، حكم مساعد من عصبه مكناس تافيلالت، يمارس مع الحكم الفيدرالي عبد الواحد الفاتيحي. تقنية الفيديو، المغرب لا يريد أن يكون بمنأى عن مجمل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية على مستوى تطبيق كل ما يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات ضمنا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التنافسية داخل كرة القدم، وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. ولأن الأخطاء التي ترتكب أو الهفوات، دعنا نسميها الهفوات التي ترتكبها مختلف أطقم التحكيم في المباريات، تستوجب نوع من التدخل ولو بشكل تقني من خلال تقنيات الفار لتفادي ضياع مستحقات لمن يستحق الفوز، لمن يستحق الفوز، والخسارة لمن يستحق الخسارة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.